بمدينة كل حي زايرينا، كل يوم بمدينة كل حي زايرينا. اتحرى زبوني يشر لي بيدينا، اتحرى زبوني يشر لي بيدينا. جمهورنا ازهاره وقعد كذا اجي كل يوم اقعد ارتب اول واحد عشان سماحته يجي ينبسط يسولف يستانس يضحك. ما شبعت من المجد 24 ساعه في المجد، رايح جاي في المجد، ما في برنامج ما طلعت فيه مسلسل حتى الحين، حتى برنامج واقعي، برنامج واقعي طالع فيه ناط لي بشخصيه ما ادري وشو، ولا يستحي على وجهه ولا شيء، وما غير يخسر 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 كل ما جاء يخسر يخسر. انا ورا ما والله انها فكره، ها انا اسم كفره، اي والله رجال اسم كفره يا رجال، وارتاح منه ازعجنا، خله يقعد هنا، كل زبون يجي ياخذه يلقطه علي، يجي زبون يلقطه علي، يجي زبون يقعد يلقطه، خله بس وقعد أنا اسم الكفار أحسن لي أحسن لي. خله تدري إيه اطربني 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 اطربني. يبغى له يبغى له، لا باقي انه باقي ثلاث الحين بس عاد خله يرسم الى بكره. انا قاعد لك قاعد لك قاعد لك قاعد لك انت قاعد 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 ان شاء الله باذن الله اليوم ما تلاقي لك ولا زبون باذن الله، تبنشر هنا وتقعد بعفريتك. نسم يا حبيبي نسم. الله 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 الله. يذكرني بعض الجيران، بعض الجيران لما توقف قدام باب بيته كأنك سويت مصيبة كبرى، يجي ينسم الكفر ويكسر القزاز ويشتكي عليك ويسوي. طيب يا أخي تواسعوا تواسعوا يا أخي، مو الشارع شارعكم كلكم. الله إلا هذا، هذا ما في، ما أحس أن تأخذ من وراه أجر. بسم الله رجال. الله 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 اطربني اطربني. خلاص يكفي يكفي. انا اشوف بس هذا ما يطلع صوت من هنا، ما ادري انا كاني اسمع صوت من بعيد. بسم الله كذا الكفر قدام الصوت من وراء، وين احنا فيه؟ اشوف ها ها خلنا نجرب يا رجال. ايش في ذا خرب؟ ادور بكل الاحياء وادري وين برزي. ايش في ذا ينسم لوحده يا رجال يا رجال؟ والله العظيم قسم بالله حتى سيارته ملحوسه، ترسم لوحدها وتشتغل لوحدها وتنصف. خلاص المسمار في يدي، اي والله العظيم المسمار يا اخ. وش قاعد تسوي يا رجال؟ روح عني ما انا فاضي لك، ادخل. ايش قاعد تسوي؟ ما ايش قاعد؟ ابغى تاكسي انا بروح. تبغى تاكسي؟ روح شوف الاصفر، روح امسك سيره عنده. هذا لا تجي عنده، هذا رجال كل ما جاء زبون اخطفه اخذه وراح. ليه وش مسوي هذا التاكسي الاخضر؟ ما يعرف يسوق، نص الشعب توفوا بسبب حوادثه، ما يعرف السوق. نجم رايح جاي، الشرطة رايح جاية، المرور رايح جاي، الإسعاف شغل، الدفاع المدني شغل، الشرطة شغل، إيش اسمه يا رجل؟ ما في موظف حكومي في القطاعات الحية إلا أنه أقلقه أقلقه. وأنت وش عندك جالس عند سيارته؟ أرسم كفرة أريحه من أريح المسلمين منه. ما تبغى أريح المسلمين منه؟ عوذ بالله من وش الشيء. رايك اذا اكسر ام السيئه التاكسي الاصفر واقربع ابوه عشان اريح اسامه من الناس من اسامه؟ ايش رايك طال عمرك؟
هلا وغلا يا امزح معه بعدين كفرك ما شاء الله اصلي شوف ما يرسم ما ينسم ما شاء الله سبحان الله. وانت اول شيء ايش عندك رايح عند سيارتي هناك؟ لان حقيقه قاعد اشوف هذا الكفر الجديد صح؟ ايه قاعد اشوفه ايه قاعد اشوف الكفر هل هو يتحمل المسمار ولا لا؟ اللي في يدك هذا ايش؟ اللي في يدك هذا؟ هذا مسمار. ايوه المسمار في يدك وعند كفر موسى، وش قاعد تسوي يعني؟ وش مكان المسمار على موضعه في الاعراب؟ اجرب اسوي له مساج ها؟ اجرب الكفر، الكفر اجرب. ايه هل هو اصلي ولا ما هو اصلي؟ اشوف هو اصلي انغزه اشوفه اصلي ايه. مو اصلي فقط لا غير يعني، يعني انت تشك فين اني انا مثلا ابغى اخرب الكفر حقك؟ اعوذ بالله. ابغى مثلا اسوي مشكله؟ لا استغفر الله. انت تبغى مشكله انت؟ لا اعوذ بالله. ما تزعل يا متعب. لا مزعل. ترى اليوم جايب لك هديه. عشان المسمار؟ لا خلي المسمار انسى. جايب لي هديه؟ جايب لك هديه. الله يكثر خيرك يا حبيبي. اليوم اشكرك. جايب لك هديه محترمه دقيقه. يعني ما كفاك يا اخي امس ما شاء الله يعني فوزتني في فوزك ولم هديه؟ نعم. ما شاء الله. كرم وش الكرم اللي طايح عليك فجأة؟ والله حقيقة نعم أنا رجل بما أن يعني حنا ذبحنا الأضحية ولله الحمد لمنة وأسأل الله أن يبارك لها ويبارك فيها عرفت كيف؟ أيوة قلت لا متعب لازم يكون له نصيب يجرب معنا الأضحية هذه فجبت لك قطعة لحمة لحم؟ قطعت لك بكيس الله يكثر خيرك الله يكثر خيرك يحبها قلبك يا أبو عبد الله ايه؟ عرفت كيف؟ وقطعتها لك في شيء من قطعتها وصال وشيء كباب عرفت؟ ايه وانت ان شاء الله انك تحب لحم الكتف اوه عاد انا تعرف وش احب؟ احب لحم الكتف اوه يا سلام سلم اي والله عاد خصوصا انك مطقم مع التاكسي ايه عرفت؟ بما انك انت مطقم مع التاكسي وانت نعم حتى ذا يبغى لحم بعد يبغى ذا يبغى لحم كتف يبغى لحم عرفت؟ لكن يا طويل العمر والسلامه جبت لك ذا خله هنا ما بعطيك هذا الحين يمكن انك تغدر فيني انت في الحلقه ولا لا 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 خلاص لا 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 اجي شوف بما انك انت جبت لي لحم وجبت لي من لحمه الكتف اللي احبها انا عندي قرار والراي لك يعني بعد يعني المشوره قبلهم يحزنون انت كانك تشك في جماهيريتي في ذا البرنامج من جاب جماهيريتك سؤال ما ادري احس انك تشك في جماهيريتي شوف لا تخلينا عرفت كيف نقلبها تحدي هنا الان فهمت بلا اسئله بلا خرابيط بلا ذا ايوه ترى اجيبها من هنا من هنا يعني انت تتحدى يعني اتحداك ايوه من غير اسئله من غير اسئله والجمهور الاصفر يتحداك من غير اسئله ها ايه؟ يدق بس كذا يدق يسجل اسمه ويمشي من غير اسئله يدق يسجل اسمه ويمشي يعني سؤال متصل تساله السلام عليكم انا اختار لون الاصفر وش تقول له بس يقول اهلا وسهلا حياك الله اصفر اصفر سجل واحد اصفر بس ويروح خلاص يدق واحد اخضر سجل حبه اخضر ويدخل السحب ويدخل السحب وفي النهايه من اللي نسحب على بس ها لازم يهني ويبارك اول شيء ايوه عرفت اوكي النهايه انا اشوف ما ادري اشوف ان النهايه الاكثر فريق هو اللي يسحب نسحب عليه نعم. قدام وش وراي انا اليوم بما اني لابس اخضر نعم وتكسير لونه اخضر نعم ما عند دامك انت تحديتني انا اقبل التحدي انا بما اني لابس ابيض ابيض وهنا اصفر وش ما له دخل لا في ابيض نوره ابيض عرفت آه. ايه فلذلك انا اتحدى وبكل قوه ومن غير يعني تعب نعم. ومن غير اسئله جمهورنا الكريم ومن غير اي شيء دق هني ونسجل اسمك اعطونا ورقه وقلم يا الاعداد اليوم بنريحه معك قلم معك ورقه لا 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 عندنا اعداد يشتغلون ايش ورا خلنا طيب خلنا نشوف احمد احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كل عام وانتم بخير وانت بخير صح السلام واسال الله ان اشوفك السنه القادمه مع